أما هلا سلمى كالعادة لازم يكون التميز والإبداع السوري له خصوصية برحلتنا الصباحية، قدرات خاصة، مهارات استثنائية في الحساب الذهني أظهرها طلاب المشاركون ضمن تحديات علمني 2020 ضمن تجارب واختبارات مختلفة. تنمية القدرات اللامحدودة عند الطفل، لنتعرف على تحديات علمني وأبرز ما تم العمل عليه خلال هالعام. معنا الآنسة نعمة حمودي مدربة حساب ذهني، وأيضا رح نتعرف على مقدرة استثنائية في الحساب الذهني والتي حازت على المركز الأول عالميا في الحساب الذهني حلا، فراس محمود. يسعد صباحك. صباح النور. بونجور لكم. صباح النور. صباح الخير، يسعد صباح صباحكم. اهلا وسهلا فيكي استاذة نعمات، واهلا وسهلا فيكي حلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. رح نبلش مع حضرتك استاذة نعمات، يعني عام 2020 علمني كان في نتائج مبهرة مثل ما شايفين مع حلا، خلينا نحكي اكثر عن علمني بعام 2020. مؤسسة علمني هي خاصة بمهارات التفكير كحساب ذهني، كألعاب ذكاء، وحتى ذاكرة ذهبية ومهارات أخرى. طبعا هي بتهدف لتنمية وتنشيط القدرات العقلية عند الأطفال. كل سنة طبعا في عنا تحديات، لكن كل سنة كان في تميز بالتحدي، عم بيكون في شيء جديد، في شيء أرقى، في شيء أكثر تحدي. السنة كان التحدي على مستوى عالمي بمشاركة عدد من الدول، استراليا وألمانيا ومصر والإمارات والأردن وعدد من الدول. طبعا بحكم الظرف وجود كورونا فكان في تحدي كله أونلاين، وتم تسجيلات فيديو وتحكيمها من قبل لجنة تحكيم خاصة. بالتحدي التالي طبعا التحدي بيمر بمراحل، كل مرحلة بتتميز بمهارات معينة. يعني كان في مثلا المرحلة الأولى كان عبارة عن كيف استخدام الأباكوس اللي هو الآلة المستخدمة، المعداد المستخدم بعمليات الحساب الذهني، كيف استخدامها بجودة وإتقان، لأنه كان السنة هو عنوان عام الجودة والإتقان. وتم استخدام الأرقام بأي لغة بيختار الطفل غير اللغة العربية والإنجليزية. فطبعا في أطفال اختاروا ألماني، في أطفال تركي، في أطفال لغة فرنسية. المهارة الثانية تغيرت، كانت هي عبارة عن حفظ عدد من البطاقات وبنفس الوقت تطبيق الأرقام كمهارة على الأصابع وبنفس الوقت باللغة اللي بيختار الطفل. هلا المرحلة الثالثة اللي كانت هي تحدي الحساب الذهني، إجراء عمليات حسابية على مهارة الأباكوس ومهارة الأصابع ومهارة الخيال. طبعا بالمرحلة الثالثة تم التحدي أونلاين بين الأطفال اللي أكيد ما قدروا يكونوا موجودين، وجزء من التحدي كان مباشر بالمؤسسة، لكن كل الأطفال اللي فازوا بهي المرحلة نقول عالميا ومنهم حلا محمود هن اللي كانوا جدا كتير متقاربين بنفس المستوى، يعني بنفس قوة التحدي. فمع فراس طبعا في أطفال وصلت للمرحلة الأولى، لكن حسب الفئة العمرية، يعني احنا عندنا فئات عمرية مثلا مواليد 2007-2008 هن فئة لحالهم، 2013-2014 فئة لحالهم، فكل فئة كان في عدد من الأطفال تشاركوا بالمركز الأول عالميا. حلا أول شيء بدنا نقول لك مبروك فوزك بالمركز الأول، خلينا نحكي عن هي المشاركة وكل اللي يمكن الأولاد اللي عم يتابعونا عندهم دائما مشكلة مع الرياضيات، أنت اخترت لي الأصعب الحساب الذهني والأسرع، قديش بده قدرات استثنائية. أنا هي تالت مشاركة لي بالحساب الذهني، تالت مسابقة، وكل مسابقة بتكون أصعب من الثانية وأكثر دقة. مثلا هذا التحدي كان فيه إنه ذكر عدد من البطاقات بأي لغة يختار الطفل ما عدا لغة الحساب، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أنت أي لغة اخترتي؟ أنا اخترت التركية. وأنا طبعا بتشكر المؤسسة تعلمني ونيابا عن كل الأطفال اللي عم تدعمنا وتقدم برامج مفيدة عنا. وبالمرحلة الثانية اللي هي نهائي التصفيات كان عندنا الحساب الذهني، مهارة الحساب الذهني، كنا أنا أحد الطلاب اللي فزنا عالميا على الدول كلها. إنه أنا كنت سعيدة جدا لأنه كان في من كل الدول العربية وأجنبية من أستراليا والأردن وجميعها، وأنا سعيدة جدا.
ونحن سعيدين فيكي. يعني استاذه نعمت، حكيتي انه في كان كثير دول مشاركه بالتحدي، خلينا نحكي عن المراحل اللي بيخضع لها الطلاب خلال فتره التدريب. اوكي، هلا طبعا في مرحله اللي هي التدريب لحتى يتعرف الطفل اول شيء انه شو شروط التحدي، لانه مثل ما حكينا كل سنه عم بيكون في تحدي ضمن شروط معينه، عم بيتم الاستفادة طبعا كتجربة من التحدي السابق، وعم يهدف الشروط تهدف لرفع مستوى التحدي السنة أكثر من السنة الماضية. ليش؟ لأنه نحن عم نكتشف من خلال تدريبنا أنه الأطفال عندهم قدرات عالية، في عندهم قدرة على التعلم أكثر، عندهم قدرة على الاستيعاب، وبنفس الوقت هني طموحين وشغوفين يكتشفوا حالهم أكثر. فكانت التحديات هي بمثابة أنه الطفل يكتشف قدراته لحتى يشتغل عليها طبعا بمساعدة المدربين. هلأ الفترة اللي هي قبل التحدي طبعا بيكون في تحضير بإشراف مدربين مختصين، كل مدرب مع أطفاله بيحطوا تحت جو التحدي لحتى يعرف هو لوين مقبل، بس بنفس الوقت بيرفع المدرب سوية التحدي خلال التدريب، لأنه نحن بنفس اللحظة لما منكون بالتحدي المباشر ما بيعرف الطفل شو ممكن يصير في تعديل بالتحدي لو كان شيء بسيط تماما. لأنه الهدف نحن ما نكون فوتوكوبي رايحين إن نعمل شيء، لازم نحن نكون جاهزين لهيدا التحدي حتى إذا صار في إجراء تعديل بسيط فهو لازم يكون جاهز. فبيتم تدريب تحدي على كل المهارات، فهي مهارة الحساب الذهني مثل ما حكينا هي فيها استخدام أصابع واستخدام الأباكوس المعداد، طبعا هيدا هو، واستخدام الخيال. هلأ الهدف الأكثر هو أنه نحن نسعى لتنشيط الخيال عند الأطفال، لأنه الخيال هو أساس الإبداع. الطفل عنده قدرة على التخيل، لكن إسا هو ما بيمتلك مهارة استثمار الخيال ولكن بطريقة صحيحة تخدمه لحتى هو يبلش يحط أساس للإبداع لخطواته القادمة. هيدا الشيء بيلعب دور المدرب من خلال الحساب الذهني وحتى من خلال برامج تاني كذاكرة ذهبية، وهو برنامج جديد نحن طبعا عم نشتغل عليه تمام، وهو برنامج جديد الأول بسوريا، برنامج كتير رائع داعم لبرنامج الحساب الذهني. الهدف إنه نحن مثل ما قلت الأطفال عندهم خيال، ممكن يستخدموه بطريقة عشوائية، ممكن يتخيلوا أشياء غير ظريفة أو غير، يتركوا العنان لخيالهم، لكن نحن حنترك العنان للخيال، حنعلمهم كيف يجذبوا أفكار مبدعة وأفكار رائعة وابتكارات، لكن يعرف كيف هو يكون قائد هيدا الخيال، يوصل فيه لخياله لمراحل كتير رائعة من الإبداع والابتكار. طوع خياله يعني بإيده الطفل. خلينا نبلش مع حلقة ببعض تمارين حساب الذهني هلأ. أوكي يلا حنبلش هلأ حنستخدم آلة الأباكوس. خلينا نجرب على الأباكوس هلأ. يلا حطي هون بعد إذنك مالي. أوكي يلا 549 122 ناقص 315 335 552 جواب 1243. طيب خلينا نجرب هلا نجرب خيال. يلا 123 252 115 ناقص 268 343 جواب 655. طيب خلينا نعيده أباكوس نتأكد منه. 123 252 115 ناقص 268 343 جواب 565. نعم والخيال. يعني حتى لو واحد عم يكتبها على الآلة الحاسبة وراكي لحتى يلحق يكتب الأرقام ويعمل الطرح والجمع والناقص، ما مو مثل هالوقت اللي عم تاخده حلا يعني. فأنتوا مو بس عم تتدربوا على إنه هي فعلا عم تعمل عمليات حسابية، هي عم تنجزها بأجزاء من الثانية العملية الحسابية. تمام، هو هي العمليات الحسابية
عم بتتم فينا نقول بالبداية كتدريب. نحن منبلش ندرب على هدوء، يعني لأنه أنت بدك تطلعي مراحل مراحل مع الطفل. ليش؟ لأنه في مستويات، في عنا قواعد، كل مستوى في قاعدة معينة بده يتعرف عليها الطفل ويشتغل عليها عدد من التمارين ليحقق هيدي المهارة. فالكل مستوى في قواعد من التمارين، كل مستوى، كل ما طلعنا مستوى عم بيصير في خلينا نقول صعوبة أكثر من المستوى القبل. طبعا نحن بالمستويات عم بيتم فيها المراعاة الفئات العمرية. عفوا الفئات العمرية. فمع الوقت مع التدريب هو الطفل بيمتلك هيدي المهارة بطريقة أفضل، بطريقة أسرع، فبتصير عنده إتقان لاستخدام هي المهارة. نعم. فبصير في سهولة بتلقي الأرقام وحل التمارين. نعم. خليها تجرب وانا رح اجرب على الموبايل على بس لشوف اذا انا بلحق اكتب اساسا الارقام والخيار وهي عم ثواني بس يلا. 64 ناقص 22 خلينا ننطر بس للنحاسب يلا 64 يلا ناقص 22 ناقص 33 45 42 ناقص 13 ناقص 13 21 ناقص 15 ناقص 34 جواب 42 تمام 42 تمام ما لحقت. خلينا نجرب تمرين ثاني. جاهزي خيار؟ طب سهلي يلا. علي التمرين انا بدل هلا يلا اوكي 96 ناقص 21 19 ناقص 53 12 21 ناقص 13 ناقص 40 17 50 جواب 88 88 في عنا مهارة اسمها مهارة الأصابع نجرب يلا 56 ناقص 43 42 18 ناقص 11 15 ناقص 20 ناقص 28 17 32 هلا اوكي 78 78 برافو اوكي 78 في خربطة بس عرفت الجواب سوري انا اللي خربطت بس ما زالك كانت ذهنها موجود أوكي. خلينا نحكي كانت عم تحكي الان نعمت عن التدريب المستمر للطلاب من خلال التحديات والتمارين قديش التدريب كمان بيفرق معك يعني انت عندك هي الموهبة بس التدريب كان بالنسبة لك اعطاك شيء يعني خلاكي اسرع خلاكي يعني بالتحديات الثانية تكوني أسرع يعني من رفقاتك كل منافسة بتكون أصعب من الثانية وأدق وأنا يعني كل منافسة إنه مو أدق وأكبر وأكثر بحاول إنه أحسن وكل مرة فشلت فيها بحاول يعني ولو خسرت بتحدى حالي حتى فزت وهي السنة فزت فيها وأخذت الأول عالميا وأخذت الكأس نعم طيب حلا كم ساعة بتتدربي تقريبا باليوم وقد ايه يمكن صار في عندك متعة صرتي تحسي انه هي جانب مانو دراسي مع انه هي فعلا تحريك كل الذهن يعني ايه تمام مثلا بايام المدرسه وقت اللي بخلص دروسي برتاح ربع ساعه بس ربع ساعه برتاح حساب يعني بعتبره تسلاي حتى بالراحه ايه بعتبره تسلاي يعني ربع ساعه ويعني بدل راحت انه اقعد وهيك على التلفزيون برتاح فيها ربع ساعه حساب ذهني او ذاكره او شيء والمسويات قبل ما انام والصبح في على المدرسه بأي وقات الفراغ كل هالتدريب انسى نعمت كمان كنا عم نحكي ضمن التحديات اختيار لغه للمشاركين من الأطفال غير اللغة العربية واللغة الإنجليزية كمان هذا جهد عليهم إضافي يعني هلا هي الفكرة كانت مميزة كتير يعني مثل ما قلنا هلا المؤسسة دائما في عندهم شيء جديد يعني حتى هني ما بيكونوا فوتوكوبي عن حالهم كل سنة لازم يكون في شيء جديد هو هالسنة استخدام اللغة كان شوي مفاجئ لبعض الأطفال لكن كان الهدف إنه لازم الطفل نفتح افاقه انه يكون عندك اكثر من لغه يعني هي كانت اشاره او كانت مفتاح للاطفال استغلال الشيء اللي عندهم يبلشوا انه انت لازم يكون عندك اكثر من لغه لو انه نحن بلشنا باستخدام فقط الارقام بس الجو اللي عاشوا فيه انه يبلش يتقن لفظ الارقام بلغه ثانيه هلا اخترنا لغه غير الانجليزي والعربي لانه ديريكت العربي عم بياخذها بالمدرسه ونفس الشيء الانجليزي نعم ف
بلش هو عنده نوع تحدي جديد بالنسبة لإلهم كفئات عمرية. بالنسبة لإلهم هيدا تحدي ما رح أقول صعب بس كمان ما هو سهل لحتى يحفظوا الأرقام بلغة تانية. أي تحدي عم ينوجد مو هدفه مباشر إنه أنت تتقن لفظ الأرقام أو تتقن أي هدفه يتعلم مهارة، هو عم بيكون في شيء غير مباشر اللي هو إنه أنت تعرف على حالك، اكتشف حالك، تحدى حالك، وبنفس الوقت إنه الطفل يبلش يحب حاله، يكتشف إنه أنا عندي إمكانيات. يعني لما عم تعطوني مفتاح أي شغلة عم تفتحوا عندي باب أي شيء أنا عم بتقنه أو أنا قادر أتقنه أو أنا لازم أتعلم كيف أتقن أي مهارة، ولو كان أنا عمري صغير أنا عندي إمكانية لازم أعمل أرضية. وهيدا الشيء كتير بيكون بمساعدة المدربين ليدعموا هيدي الحالة، لأنه هي بتبدأ شيء نفسي عند الطفل، أنه إحنا ندعمه نفسيا يكون واثق بحاله، ولازم بعد هيدا الدعم نرجيه على أرض الواقع إنه أنت قد التحدي. أكيد، يعني بعالم الأرقام الوقت دائما بيسرقنا معكم لأنه أنتوا سرقتونا بالأرقام وأبهرتونا. شكرا كثير لوجودكم معنا وموفقين. موفقة حلا. شكرا كثير، شكرا لكم، وشكرا لمؤسسة تعلمني الداعمة للأطفال بكافة مهارات التفكير. شكرا كثير. نشكرك أكيد أنسة نعمت، ونتمنى لحلا التوفيق بجميع المسابقات القادمة، نرجع نستضيفها مع إنجازات جديدة. شكرا كثير لك.